عبيد. أنا أنهيت أيضا، ماذا عنك يا منصور؟ لا ليس بعد. جيد، أخبرنا ماذا تنوي أن تفعل؟ أريد أن أطور شريحة نانو الرقمية، سيكون بمستوى ذكاء أعلى وسيكون مظهره أجمل وسيستطيع الطيران. ماذا؟ رهيب، عجيب. ماذا تشعر يا نانو؟ سعيد جدا، سعيد. جهاز آلي يطير. نانو، أنت أفضل اختراع في الوجود. أسرع يا منصور، أسرع. أنهيت، علي أن أنهي أمرين بعد وستصبح الشريحة جاهزة للتركيب. الأمر الأول، أطفئ نانو. نراك بعد قليل يا نانو، مع السلامة. والأمر الثاني، أشرب العصير. عبيد، أتريد العصير؟ لا شكراً، لدي عصير في حقيبتي. عبيد، لا تلمس شيئاً حتى أعود. لا لا، لا تخف، لن ألمس شيئاً. عبيد، لم تلمس شيئاً صحيح؟ لا طبعاً. هل كل شيء بخير؟ حان الآن وقت نانو النسخة المطورة. نانو النسخة المطورة يلبي نداء الواجب. أهلا يا نانو، ماذا تشعر الآن؟ أشعر بأنني بخير. تم تشغيل الشريحة المطورة. ما هذا؟ لماذا تغير صوته؟ ولماذا أصبحت عيناه هكذا؟ أنا أستطيع الطيران، لكن هل هذه تستطيع الطيران؟ لا. هاي أنت. لا أعرف لماذا يتصرف بهذه الطريقة، ربما دخل فيه نوع من الفيروسات، يجب أن أطفئه. لا أحد يستطيع أن يطفئني. أعد لي كتابي. هل تستطيع الكتب المدرسية أن تطير؟ لا، إياك أن تفعل، إياك أن ترمي ذلك الكتاب. ماذا تفعلون هنا؟ اخرجوا، ألا ترون أنني أعمل؟ أهلا، تريدون اللعب؟ لا. عن ماذا تتكلم يا بيبي؟ أنزلني يا نانو، أرجوك. حسناً. واو، هاي فروضي المدرسية. يجب أن نوقفه. انتهى أمرنا.
أهلا يا شباب. أهلا أهلا أمي. أهلا. سأترك الكيك هنا كي تأكلوه لاحقا. من يريد الكيك؟ لا يا نانو، لا أرجوك لا. عبيد، كان يجب أن تستأذن قبل أن تأكل الكيك. إنه نانو. لا أعرف ماذا تقصد يا عبيد. عبيد، هذا ليس جيدا. هيا امسح وجهك الآن. آسف لكن بصراحة الطعم مذهل للغاية. عبيد، ما الذي فعلته؟ ها؟ كيف الحال يا شباب؟ عبيد، تستمتع بتناول الكيك؟ مريم، هل رأيت ربطة عنقي؟ يجب أن أكون في المطار في 10 دقائق. كيف سيذهب والدك إلى المطار من دون هذا؟ لا يا نارو، سيتأخر والدي. سالم، بسرعة فك أنبوب المياه من الحنفية. أنت يا منصور. وأنت أيضاً. تظن أنك تستطيع أن توقفني حقاً؟ ساعدوني، أمسك بأنبوب المياه. سالم، عبيد. شباب، مع السلامة. معكم لاحقاً. ها؟ الشريحة مليئة بالعصير. كيف حدث هذا؟ لا أصدق أنك فعلت هذا يا عبيد. ألم أقل لك لا تلمس شيئاً؟ أنا لم ألمس شيئاً حقاً. وعصيرك. أي. أنا آسف يا منصور. كان مجرد حادث. لكن في النهاية لقد أعد المفاتيح. صحيح، لكن أتمنى أن يعود نانو إلى طبيعته. نانو النسخة المطورة يلبي النداء. بماذا تشعر يا نانو؟ أشعر أنني بخير. شكرا لك يا منصور. شكرا. لن تحطم أي شيء ولن تطير مع فروضنا المدرسية، صحيح؟ أنا لم أفهم. ماذا تقصد يا سالم؟ نانو، أنت تجيد تصليح الأشياء، صحيح؟ نعم، مع هذه النسخة المطورة أظن ذلك. أوه، كيف حدث هذا للطائرة؟ مانسور!
عليكم، معكم الكابتن خالد. نحن على وشك الهبوط، يرجى ربط أحزمة الأمان. عبيد، هل أنت جاد الآن؟ لا أظنها فكرة جيدة. بصراحة هبوط ممتاز يا كابتن. شكرا لك يا بني. ماذا جرى لك يا عبيد؟ أظن أنه كان يجرب أسلوبا جديدا، أسلوب الميلك شيك. حسنا يا شباب، لقد وصلنا. بينما نفرغ الأمتعة، اذهبوا واستكشفوا المنطقة. لكن انتبهوا جيدا إلى أنفسكم. عبيد؟ ليس أنا، هذه الهرة هي التي أخفتني. يا للروعة، جميلة جدا، انظروا إليها. هيا فلنأخذها إلى المنزل معنا. لا، يجب أن نتركها هنا، هذا موطنها الأصلي. لكن يا منصور. لا يا عبيد، لا، إنها هرة برية وهي تنتمي إلى هنا. أجل يا عبيد، منصور محق. حسناً حسناً، وداعاً يا هرتي. أهلا بكم يا شباب، إذا استمتعتم بالرحلة؟ أجل طبعا، كانت رائعة. تعالوا إذا استريحوا واشربوا العصير. ها، من يريد العصير؟ لا تريد شيئا يا عبيد؟ أريد الحليب في طبق صغير. عبيد، لماذا تريد الحليب في طبق صغير؟ ما هذا الصوت؟ عبيد؟ أوه، كيف دخلت إلى هنا؟ عبيد، أنت عدت لتحضر الهرة؟ عبيد، هذه هرة برية، ونحن لا نربي الحيوانات البرية كحيوانات أليفة. أعدها إلى بيئتها الطبيعية. لكنها تبدو لطيفة جداً. هيا، سترتاح هنا حتى تعيدها. أحضرت لها الطعام لكي تأكل عندما تجوع. نانو، انظر، هذه هرة برية. هرة برية، دعوني أتأكد من هذا الأمر. تبدأ الآن عملية المسح. هيا يا شباب،
يكفي لعباً معها، فلنخرج من الغرفة. تحليل معلومات الهرة البرية. أنا لا أعرف لما تزعج نفسك، إنها مجرد هرة صغيرة وعادية. حسناً، إذاً لماذا وجدناها في الجبال؟ إن هذه الهرة تنتمي إلى فصيلة بانثيرا باردس، والمعروفة أيضاً باسم نمر الجبل العربي. بانثيرا باردس. ماذا؟ يجب أن نخرج النمر من المنزل. بصراحة أنا لست مرتاحة بوجوده يا خالد. أنا متأكد أن هناك خللاً في الموضوع. هذه الهرة مسالمة للغاية ولطيفة للغاية، يستحيل أن تكون واحدة من الهرر الكبيرة. يجب أن نعيدها إلى موطنها، أمها ستبحث عنها. أحضرها يا عبيد. ما المشكلة يا عبيد؟ الهرة أكلت كل شيء، وفجأة أصبحت كبيرة جداً بسرعة كبيرة جداً. كبيرة؟ فلنذهب ونحضرها. لا لا تفعل، لقد أصبحت كبيرة هكذا. ولكن هل جننتم؟ إنها كبيرة جداً وخطيرة. عبيد، إنها الهرة الصغيرة نفسها، انظر. الأم أتت لأجل صغيرتها، إنها هنا. لقد أخبرتك ولكن لا أعرف لماذا لم تصدقني. أبي، ماذا سنفعل الآن؟ يجب أن نعيدهم إلى موطنهم الأصلي، ولكن كيف؟ وجدتها، أنا أعرف كيف. نحتاج إلى قطعة لحم وصندوق كبير ونانو. أحسنتم يا شباب، عمل جيد. وداعا يا فرفور. فرفور؟ يا شباب، أريد أن أريكم شيئاً مذهلاً. انظروا ماذا وجدت. إذاً قولوا لي، هل رأيتم يوماً ما بيضة دجاج بهذا الحجم؟ لكن هذه لا تبدو كبيضة دجاج. نانو، أتستطيع تحديد نوع هذه البيضة؟ نوع البيضة جاري التحديد. انتهى المسح، حدد النوع. هذه البيضة تنتمي إلى سلحفاة العملاقة، والتي يمكنها أن تنمو إلى 4 أقدام. عبيد، ماذا قلنا لك؟ مصر!
انتباه أيها السيدات والسادة، أنا أقدم إليكم البوق السحري. بمساعدة هذا البوق العتيق والموسيقى الخلابة التي أعزفها، سأحاول أن أرفع مساعدي. ركز معي وابدأ بالنفخ. أعلى، مرة ثانية، أعلى، اعزف بصوت أعلى. كلما رفعت الصوت ارتفعت أكثر. خدعة الارتفاع هذه لا تنجح. سيبدأ العرض بعد 3 أيام، وحتى الآن ليس لدينا عرض رئيسي. عليك أن تجد فكرة يا خليل، عليك أن تجد خدعة سحرية عظيمة، وإلا سوف يقضى علينا نهائيا. حسنا، لا تقلق، سأبحث عن خدعة جديدة لك. أجل يا خليل، نحتاج إلى خدعة عظيمة. أجل، خدعة عظيمة، لكن في البداية دعني أتنشق بعض الهواء النقي. أنا متأكد أنني سأجد شيئاً ما. ما هذا؟ مخططات لجهاز الانتقال الجديد من أجل معرض العلوم. وما هذا؟ جهاز الانتقال. ماذا؟ حقاً؟ كيف من الممكن أن يكون هذا جهاز انتقال؟ هذه الأطواق مصنوعة من معدن عالي الجودة وخفيف الوزن. دعوني أريكم الآن، ضعها على الأرض. حسناً، والآن قف داخل الطوق. عجيب! رهيب! ماذا يجب أن أفعل؟ خدعة عظيمة؟ هل يظن أن الأفكار تقع من السماء؟ كلما ضعفنا الرقم، كانت قوة المغناطيس أكبر. هذا رائع. هذا رهيب. أقوى. هذا مبهر صحيح؟ أجل، تقريبا مبهر مثل هذا. لا، من المفترض أن أفوز أنا هذه السنة في معرض العلوم. لن أسمح أن يعترض منصور طريقي مجددا. لكن نحن لم نجربها. أنت متأكد من أنها ستعمل؟ بالتأكيد سوف تعمل. انظر، الحلقة الأولى موجودة هناك على المسرح، والثانية هنا. أنت عليك فقط أن تدخل في الأولى وستنتقل خلف الكواليس، وأنا سأظهر للجمهور أنك اختفيت، وبعد ذلك ستنتقل عبر الحلقة الثانية إلى الأولى. حسناً، والجمهور عندها سيرى أنك عدت. سحر. والآن اذهب إلى هناك. والآن سيداتي سادتي، سننتقل إلى العرض الأخير. ستكون خدعة سحرية لم تروا مثلها في حياتكم على خشبة هذا المسرح، واسمها خدعة الاختفاء. ولكي أنفذ هذه الخدعة سأحتاج إلى مساعدي خليل. جاهز؟ جاهز. هيا نبدأ. والآن سيداتي وسادتي، أنتم تتساءلون هل نجح؟ هل اختفى؟ نظرة واحدة خلف الستارة كافية لتريكم أنه اختفى. أو تحول إلى ولد سمين وصغير. سمين؟ هاي، أنا عظمي عريض فقط. والآن للاختفاء الكامل. أين عبيد؟ أين أنا؟ من أنت؟ ماذا أفعل هنا؟ مهلا،
ماذا تقصد بمن أنا؟ أنت لا تعرفني؟ شباب، أعتقد أنني عرفت ما جرى. يجب أن أضغط على هذا الزر وعبيد سيظهر هناك. أين الطوق الثاني؟ أمسكوا بهم. توقفوا. توقفوا. عبيد، أين أنا الآن؟ السؤال هو أين أصبح طارق وجميل وجمال؟ نعم سيداتي وسادتي، نعم، ثلاثة شباب ظهروا بدلاً من واحد. ربما تتساءلون من يكونون أو من أين أتوا. كل هذه الأسئلة سيجيب عنها طراد العظيم عندما يعود. هذا يعني أن هذا هو التطبيق. فجأة ظهرت في عرض سحري مع الساحر العظيم خليل، هل تتذكرونه؟ أجل صحيح، هو رائع. هذا عرضي أنا، أنا تراد العظيم. يجب أن أعود إلى العرض قبل أن ينتهي، وإلا حياتي كساحر ستنتهي. يجب أن تعيدوني. بالتأكيد، هذا ما نفعله. جميل جمال، هيا فلنلحق بهم. نعم سيداتي وسادتي، اختفاء كامل. أين أنت يا طراد؟ أين أنت؟ توقفوا. عجيب. نعم أيتها السيدات والسادة، الرجل المختفي يظهر. توقفوا. أنا سأريكم. ويختفي مرة ثانية. أين هو الآن؟ الآن فهمت ما يجري. أعتقد أنني عرفت ما هو الموضوع. أيمكنني أن آخذ الهاتف؟ مهلا، لم أكن أعرف أن هذا ما تقصده. ارفع. أنا؟ لماذا أرفعه أنا؟ ارفعه أنت. ماذا قلت؟ هو قال أن ترفعه أنت، وأنا أقول أنت ارفعه. هذا مستحيل. أنت ارفع، أنا لن أقترب منه. أنا لدي الهاتف الذي يتحكم بجهاز التنقل. أعطني إياه. وأنا لدي الطوق. وهذه هي الطريقة التي سوف أفوز بها في مسابقة العلوم هذه السنة. لا. فلنرى الآن من سيخرج من الطوق. جميل. بسرعة، فلنعد الآن إلى المعرض. بالتأكيد حان وقت التقييم. هيا 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 أضئ، هيا أضئ. خليل، خليل هل تسمعني؟ انقلني الآن. مشروعنا هو عبارة عن عرض حي لجهاز الانتقال، والذي يساعدنا في العرض تراد. ها، مهلا لحظة. تهانينا، عمل مبهر. لقد فزنا. يا سلام. يمكننا الذهاب الآن. انتظر حتى أمسك بك. سيداتي، آنساتي، سادتي، أقدم إليكم تراد العظيم، أول رجل في العالم قادر على الاختفاء. Mazel!
أعرف أننا دفعنا كل مالنا للبراد الجديد لكي نشتري أفضل أنواع الأسماك، لكنه يستحق كل هذا المال. البراد، الأسماك، الحرارة، المولد، المولد. الأسماك، الأسماك، مهلا، الأسماك، لا تتسرع، الرائحة، الأسماك. ها؟ خليل، صديقي خليل. ما زلت أستطيع إنقاذها. لا يا صديقي، كلها ذهبت، فلأخرجك من هنا. نضع لها العطر ونبيعها عندها للناس الذين لا يشمون. تأخرنا كثيرا، لكن نحن لم ننتهي بعد. عندي فكرة رائعة. سأعمل مجددا كمؤدي مشاهد خطيرة. قضي علينا. في يوم من الأيام كنت مؤدي مشاهد خطيرة. كان الناس يدفعون الكثير من المال كي يشاهدوني. القفز في الدراجة، مشاهد القتال، وأمور كثيرة. أجل، منذ زمن. الآن أنظر. يجب أن أنظر. أظن أنه علي أن أتدرب على القفز في حوض ضحل. أظن أنني سأبرع في هذا المجال. ها هو ذا. ما هذا؟ الحوض. الحوض؟ هذا كوب ماء. هذا حوض صغير، قلت تريد القفز في حوض صغير. حوض صغير؟ قلت حوضاً ضحلاً. أنا قلت إنني أفكر التعلم على القفز فيه. ألم تفهم؟ كيف سأقفز بهذا؟ من على ارتفاع 100 قدم. ماذا؟ كيف ستقفز فيه من ارتفاع 100 قدم؟ ماذا؟ من دون سكب قطرة. ماذا؟ اسمع، حوض ضحل أم كوب ماء غير مهم. المروج كان متحمساً جداً وقال إنه لم يرى شيئاً كهذا في حياته. بالطبع لم يرى، لأنه أمر مستحيل. ما من شيء مستحيل. هذا هو اسم البرنامج. الرعاة أحبوه جداً. رعاة؟ يظنون أنه سيبيع. جمهور؟ مجدداً؟ جمهور كبير. لكن هذا مستحيل. حتى هذا وجدت له حلاً. أرني كيف. عجيب، هذا شيء عجيب. ماذا تريد أن تسميها؟ الفرامل النفاثة، بإمكانها أن توقف أي سقوط من على أي ارتفاع، وهي ستصبح جاهزة بعد أن ننهي فترة الاختبار. أحضر لي هذه اللعبة العجيبة. أنا؟ أنت الذي أوقعتني بهذه الورطة. أنا لن أسرق. أنا لم أقل هذا، كل ما عليك فعله. لا، لن أفعل. حسناً، إذن مستحيل. لكن سأقترضه، لن أخبره.
الرياضة بأثقال المعصم والكاحل مفيدة للغاية. سيدي سيدي، ماذا ماذا؟ قلت لك سنحل الأمر. الآن ألبس هذا، فليبدأ العرض. يا أولى أولى، ها هيا يا طراد، تشجع، مع هذا الجهاز كل شيء يصبح ممكنا. أعتذر. عفوا، لأنني طردت أغراضك التي تطير. هل فهم أحد منكم ماذا يقصد؟ جهاز الطيران الخاص بك اقترضته. تقصد هذا؟ نعم. ماذا؟ مهلا، إن كنت تضعه هو ماذا يضع؟ أنت بالتأكيد أخذت عن طريق الخطأ أوزان المعصم والكحل الخاصة بي بدلا من اختراع منصور. لقد وضعتها هناك وبعد ذلك اختفت. أوزان؟ سيدي سيدي، لا تقفز سيدي، لا تقفز. سيدي. هيا هيا. سيدي لا. لم أسكب ولا حتى قطرة. سيدي. اذهب اذهب. خليل صديقي، أنا عدت. أحسن، لأنه غدا لديك عرض صباحا وعرضان مساء. Thank you.
عبيد! أنا بخير، أنا بخير. سنفوت بداية السباق. لا، لأنها مشكلة لو فاتكم السباق، لأنكم في جميع الأحوال سوف تخسرون. يبدو أنك واثق من نفسك كثيراً. يمكنك أن تقول هذا أحساس. بما أن الجميع سيلعب بنزاهة، السباق سيكون ممتعاً. كلامك صحيح، بالتوفيق في السباق. لأنك ستحتاج إلى التوفيق. لا تجلس هكذا، هيا افعل شيئاً. أو حسناً. جميل. جمال. من الجهة الأخرى. هيا ارخها قليلاً، لا نريد أن يقع. أعده إلى مكانه، أعده إلى مكانه. لكني ظننت أنها. هيا بسرعة. حسناً. لكنك لم تشد البراغي جيداً. لأن هذه هي الفكرة أساساً. لم أفهم. تذكروا، هذا السباق جماعي، يجب أن نجمع 5 أعلام قبل أن نصل إلى خط النهاية، وإلا فلن نتأهل. لا تقلقوا، دعوا الأعلام. عبيد، أنت تقود وأنا سأجمع الأعلام. إلى اليمين. يمين. لا، أمامنا. كنت سأقول لك إلى اليمين، لكن إلى الأمام بعد. بسرعة. يجب أن نجمع أعلاماً أكثر. مع السلامة.
أنتِ في أمان الآن. أخذت به. هذا العلم لي. أخذته. توقف. أخذت العلم. ما زال معي. أنا أشعر بأنني أصبحت بارعا في القيادة. دع الأمر لنا. الرافعة. الرافعة. المفتاح. المفتاح. البرغي. البرغي. فوطة. فوطة. هيا يا صديقي أعطني إياها. فوطة. أنهينا. تحرك هيا بسرعة. تحرك يا منصور. شكرا. سنفوز ابدا من دون مساعدتكم.
للخسارة. هيا هيا. منذ متى وأنت تهزمني أساسا؟ هيا هيا هيا. هذه المرة لن أرحمك. خذ هذه. ها؟ يا شباب انظروا ماذا اخترعت. أنت اخترعت مسدس ليزر؟ عبيد، هذا ليس ليزر، هذا آخر اختراعاتي. يمكنك القول جهاز استماع خارق. لماذا؟ ما بها أذناك؟ لا مشكلة في أذني، لكن الجهاز يحسن من سمعي، سترون. أنهيت الفرض المنزلي؟ أجل، كان سهلاً. سمعت أن هناك متجراً جديداً في المول. لم تعجبني فكرة التجسس على الناس. كيف يمكن أن نستفيد من الجهاز؟ أنا قريب من موقع الاجتماع الآن. أنت متأكد؟ لم يتبعك أحد؟ لحظة، عبيد، أعد الجهاز نحو الرجل. هذا الرجل؟ أنا متجه إلى مكان الاجتماع. المكان خالٍ. ما هي المهمة؟ نحن مستعدون. أكرر، نحن مستعدون. ما الذي يجري؟ هل تظن أنهم جواسيس؟ سأكون في المقهى خلال 30 ثانية. هيا فلنتبعه. ها؟ نتبع جاسوساً؟ متأكد أن هذه الفكرة جيدة؟ لكن نحن لسنا متأكدين أنه جاسوس يا سالم. حسناً، ربما يريد أن يشرب القهوة فقط. غريب، اختفى بلمح البصر. الآن تأكدنا أنه جاسوس. هيا بنا. حسناً، أظن أننا أضعناه. لنذهب ونشتري المثلجات. دعونا نجرب الجهاز، ربما نجده. نذهب مساءً. الأمر سهل. لديك كل المعدات؟ هذا هو، هذا هو. الرجل يقف وراء النخل، فلنقترب. الليلة نجمة بغداد ستكون لنا. سنصبح أغنياء، لكن يجب أن نكون حذرين. أي خطأ ونعود إلى السجن. متى نتحرك؟ خلال 30 ثانية سوف ندخل قبل أن يقفل المكان، وبعد ذلك عندما نصبح وحدنا نبدأ العمل. من هي نجمة بغداد؟ نجمة بغداد، نجمة بغداد. هاي، انظروا، السؤال هو ما هي نجمة بغداد وليس من هي. نجمة بغداد هي أكبر جوهرة في العالم. هذا يعني أنهم ليسوا جواسيس، بل إنهم لصوص. يجب أن نوقفهم. لكن نحن لا نعرف إلى أين يذهبون. هذا سهل، نفترق ونلحق بهم. نجمة بغداد في المتحف. إذا لم نوقف اللصوص لن تبقى الجوهرة في المتحف. يجب أن نخبر المدير. اتبعوني. كيف أخدمكم يا شباب؟ الموضوع بخصوص نجمة بغداد. نعتقد أن هناك أحداً يخطط لسرقتها. يسرق نجمة بغداد؟ غير معقول. لا، معقول. نحن كنا نظنهم جواسيس في البداية. بعد ذلك عرفنا أنهم يريدون سرقة الجوهرة. من هم؟ عصابة مكونة من شخصين، سمعناهم على الكورنيش، يخططون لسرقتها الليلة. بالفعل خيالكم واسع يا شباب، أود أن أطمئنكم، مستحيل أن يستطيع أحد سرقة النجمة. لدينا أفضل نظام حماية في هذا المكان. نحن لا نعرف كيف سيسرقونها. ما نعرف أنهم في طريقهم إلى المتحف. لأننا كنا نلاحقهم. تعرفون؟ اتبعوني، دعوني أريكم كيف نحمي كنوزنا في هذا المتحف. أقدم لكم نجمة بغداد. عجيبة! أكبر جوهرة في العالم، قديمة جداً، الكثير من الملكات لبسنها. لا توجد جوهرة في العالم تضاهي جمالها. كبيرة جداً. والآن ما رأيك أن تأخذ الجوهرة؟ ها؟ هيا حاول، حاول أن ترفعها من مكانها. تماماً، من حسن حظكم أنه لدي هذا المفتاح الذي سيخرجنا من هنا.
هاي، ما الذي حصل؟ لا تقلق أبداً يا عزيز، هذا مجرد اختبار لكي يرى الشباب كيف نستطيع أن نحمي جوهرتنا. حسناً. رهيب، أحب الليزر. أشعة الليزر هذه لا تسمح حتى للذبابة أن تمر. كما ترون هنا نجمة بغداد تحت حماية تامة. هذا هو المفتاح الوحيد. يجب أن نذهب الآن يا شباب، هذا وقت إغلاق المتحف. هذه زوجتي، اسمحوا لي، ستخرجون بأنفسكم لأني تأخرت. اذهبوا نحو المخرج ولا تقلقوا على الجوهرة، إنها بأمان. لماذا تأخرت؟ أنا أنتظرك منذ ساعة. نسيت اختراعي في مكتب المدير، سأذهب لإحضاره. اسمعوا، سوف ننتظر حتى يخرج الجميع وبعد ذلك نتحرك. اللصوص هنا، يجب أن نحذر المدير. الباب مقفل، لا نستطيع الخروج. رائع، نحن محتجزون في متحف مخيف للغاية، وأيضاً مع عصابة لصوص. ماذا سنفعل الآن؟ نتصل بالشرطة، البطارية فارغة. وأنا أيضاً. وأنا هاتفي مشحون بالكامل، لكن في المنزل. إنهم قادمون. بسرعة إلى فوق. هذه الجوهرة. جهاز الإنذار سيعمل. ممتاز يا سعيد، سرقوا نجمة بغداد، يجب أن نوقفهم قبل أن يهربوا. ماذا سنفعل الآن؟ عندي فكرة. هاي لحظة، أنا عندي خطة أفضل. منصور، ماذا تفعل؟ نجحنا! لقد نجحنا! شكراً يا شباب، بفضلكم نجمة بغداد بأمان، يمكنكم زيارة المتحف متى شئتم ومجاناً طبعاً. شكراً يا حضرة المدير. أنا أعتذر فعلاً، لم أسمع كلامكم من البداية. هل أصمم لك مثل هذا الجهاز؟ هاهاهاها